لو الحكاية فيها إن فيتو لو قالوا لي سميتي يا صفر أسوار ولا الأقصر كل السوار دي أنا هتطلع وريني لا استنى معها وأنا هتكلم يا حبيبي لا مش أغنية أم كلثوم نفسها اللي جاي لأم كلثوم يا عم كده نيجي خلاص مش والله العظيم أنا في جيبي عينيا بس نفسي يكون يوصل فعلا الورقه دي للسيسي ولا هو الورقه ده كله بيتجمع ويطلع له هو شخصيا والله العظيم ما مسامحاكم واسكت وضعي على اللي خد مني ورقه بقول لك الورقه دي مش الورقه دي مش هيطلع لاي حد هو يطلع له شخصيا والله العظيم اسكت وهصلي الفجر وضعي لو الورقه دي الورقه دي ما تصلش بالله الورقه دي بقول لك شخصيا مش لاي حد نرجي فوق ولا ماله لا شخصيا قولي لي بقى ايه اكتر الحاجات اللي مخليك عايزه ترشحي المشير السيسي والله العظيم يا ابني كلامه كده فيه صدق بيوصل للقلب انا ما انا هو انا هيعمل لي ايه انا السيسي هيوظفني هيعلمني في حاجه مفيش اي حاجه بس حاسه ان ده اللي ان شاء الله صلحان حال البلد على ايديه راجل صادق في قوله صادق ليه هو الوقت هو ما كانش عايز يمسك الرئاسه مسكها ليه عشان بلده بيحب وطنه وانا اقول لك بقى ولا هيعليني ولا هيرقيني ولا في مصلحه بيني وبينه الا بلدنا وحب بلدنا وبقولها ورضي على هو اسم حضرتك ام كلثوم ام كلثوم ابراهيم محمد هاني